طب أنا عايزة أعرف بقى إيه الغرض من إنشاء وحدات مكافحة العنف بقى ضد المرأة؟ الغرض بقى منها؟ الغرض منها في الجامعات هو حماية حقوقها ومكتسباتها. كمان احنا عارفين انه في مشاكل كتيرة بتواجهها. هتقولي لي مثلا ليه المفروض ان الحرم الجامعي ده مكان آمن سواء للموظفين او الدكاترة السيدات او الطالبات؟ تمام. طبعا احنا عارفين ان في سلبيات في كل مكان، سواء بره الحرم الجامعي او داخل، بيبقى في قلة قليلة كده من الناس بيبصوا للمرأة بنظرة ذكورية شوية. فهو الهدف من الوحدات دي مكافحة العنف ضدها أو حماية حقوقها ومكتسباتها سواء داخل الجامعة بقى أو خارجها.